قاله حسن يحسن ما قاله. المشاكل تحصل، هذا شيء طبيعي تحصل المشاكل. حالك حال برنامجنا يعني. يا سلام، لا حال برنامجنا صعب. برنامجنا وحنا قرابة شلنا النصائح ذي على جنب، ما عاد تنفع. لكن المشاكل تحصل وهذا ديدن الحياة. صحيح. خلقنا الإنسان في كبد، ولكن إن الشخص كيف إنه يدير هالأمر وكيف إنه يدير صعوبة العلاقة، صعوبة التواصل بالحسنة. والله الآن فيه أكثر من طريقة إنك تصل ابن عمك، تصل قريبك، تصل حتى أنا أشوف إنه جارك بعد. أنا أشوف إن الجار يدرج في هالموضوع. فالشخص اللي حولك، الشخص اللي قريب منك، عندك الآن الاتصال، عندك الرسالة، عندك أمور واجد. ولا جاتك الرسالة لا تقول والله إنها رسالة عامة هرسلها للكل. هو زال إن دام إنه زال إن هذه زلقت في اللي حلوة. إيه زال إنه حددك، فمعناته أنت من الناس القريبين له. نعم نعم، معناته أنت من الناس المهمين. ما زال لك. نعم، ولكن فيها الموقف ذاه وضحه أو وظفه الشاعر فلاح القرقاح. أنا طبعا الشخص ذا أنا أراه مدرسة. والله نعم. إي والله نعم ويستاهلها. وظف الموضوع ذا في قصيدة اليوم إنه يقولها في إخوانه. يا سلام. يوم يقول فقدت أبوي وفي إخواني تعلقت. الله. وإخواني يكبر مني وكبروني. طيب. أصد عنهم لا زعلت وتضايقت وأقبل الجوال لا كلموني. الله. لأني من رضاهم علي لا تحققت، كأن الصحابة في البقيع دفنوني، وإذا خفضت لهم جناحي ودنكت شفت الكواكب والمجرات دوني موفيت، لو عنهم ما لي تصدقت وبشهرتي وبوحدة من عيوني. يا سلام. فهو الضحى في كم الآن بيت؟ في 5 بيات. واحد من البيوت اللي يقول فيها أصد عنهم لا زعلت وتضايقت، هذا يوضح لك النزع اللي يصير بين الأخوان، هذا شيء أكيد. ولكن وش قال بعدها؟ وقبل الجوال لا كلموني. على طول لا جاء منه اتصال، ينسى اللي صار كله ويدمح اللي صار كله. يا سلام. ترى مو بس إنها تأثر عليك يا شخص، ولا تأثر على أخوك، ولا تأثر على ولد عمك، تأثر على أبنائكم. أنا أذكر ذكرني الموقف اللي قالها أبو عمر. أولا كان عندنا طالب يا الربع، والله إنه من المتفوقين. الشخص ذاك خلاص حنا عارفين إنه في لوحة الشرف يا الأول يا الثاني، ما يخطيها، وإذا جاء الثالث نعرف إن في مشكلة. مرت فترة من الفترات الرجال اختلف علينا. حنا طبعا أيام كنا في الابتدائي، أول ولد اختلف علينا، لا في مستواه، لا في مشاركته في الفصل، لا في ابتسامته بروحه، والله حتى ملابسه ان يجينا وهي بلطختها اللي يمس. فالمدرسين اللي حولنا بعد انتبهوا للموضوع ده. فيوم عاد حنا كطلاب وقريبين منه عرف ان حصل فيه حالة شبه انفصال ما بين أبوه وأمه، ولكن اللهم لك الحمد عادت المياه لمجاريها. ولكن شف الفترة البسيطة اللي مرت بغت تجي مشكلة وبغى يجي فيه انفصال، شوف كيف الحال ده على طول انعكس على ابنه. طبعا حتى لو انه رجعت المياه لمجاريها، الطفل ذا كيف يتجاوز الصدمة اللي مر فيها؟ كيف يتجاوز الموقف الصعب اللي مر فيه؟ هذه بتأثر عليه نفسيا بكرة، شخصيته تتكون ترى من المواقف اللي تحصل حوله. هذا شيء لازم تعرفه. ولدك بكرة له سند، ولد عمك اللي انت مقاطعه ولده بكرة هو سند ولدك. الناس لبعضها وعيال العم لبعضها من دون عنصرية، ولكن أنا لا منضقت، ربعي اللي حولي أول من يوقف، ربعي اللي حولي. عشان كذا في واحد كان يقول ويحسبونها مدح، وهذه تطرقوا لها في مجلس كنت جالس فيه، أن يقول فزعة تخليه يشك في موقف عيال عمه، جت في طاري قصيدة أو في مثل، فهذه قالوا مسبة، كيف أن الشخص يشك في موقف عيال عمه؟ معنات أن هذا شيء، هذا من المسلمات، وقفت أقاربك معك هذا من المسلمات. يا أخي اتصال الآن، أخوك حصل بينك وبينه مشكلة، خلك أنت اللي تبادر، والله وبالله وتالله لتلقى الرد الطيب إذا بادرت بالطيب، لأن إذا معدنك طيب فمعدن اللي من دمك ولحمك طيب مثلك، ما راح ينساك ولا راح يترك في هذا. الخطأ يحصل من البعيد، من حصل من القريب ما دمحته، هذه مصيبة. وهذا اللي عندي والله إنه يصلح الحال لنا جميعين يا رب. اللهم آمين. ولو أن حتى أيضا مهب